تحمل هذه الأزقة تاريخا حافلا يمتد إلى مئات السنين. البيوت التراثية في الموصل تتميز بصبغة معمارية فريدة تعرضت معظمها للتدمير في معارك تحرير المدينة، ومبادرة روح الموصل نفخت الحياة فيها من جديد. ساهمت هذه المبادرة وهذا المشروع بعودة الأهالي لهذه المنطقة بعد أن تضررت بفعل العمليات اللي صارت في سنة في فترة بين 2014 و2017. اليوم راح أي شخص ممكن يلاحظ التغيير الكبير اللي صار، الناس اللي رجعوا إلى بيوتهم، الوضع الاقتصادي تقريبا لهذه المنطقة اللي تحسن. تحمل جدران هذا المنزل العجوز ذكريات تجاوزت القرن من الزمن، تستذكرها هذه المرأة المسنة منذ طفولتها حتى فارقته في معارك تحرير الموصل لما تعرض له من خراب وتدمير، لتعود إليه بعد تأهيله على الطراز التراثي القديم. ما كنت أتصور أنا درجع لهذا البيت، لو ما بوجودكم بوجود اليونسكو، الفضل هم يعود اليونسكو، قد ترجعون لاحكم، والله ما عوضتنا كل شيء. إيه الحمد لله رجعنا على هيتنا وخواتنا، ويجون خواتي يجون يطمشون على البيت الساعتة، والله كل ذكاء. أحكي نجي من المدرسة ونلعب مختبوي بهذا البيت. إيه الديديات كنشديناهم بالسجر حبيل ونلعب ديديات. ذكريات. تلتزم معايير إعادة بناء هذه الدور التراثية على مواد البناء القديمة من الرخام والآجر لتعيد لها ثقلها التاريخي بطراز معماري مطابق للأصل. أول شيء رفعنا الأنقاض، ثانيا عندنا كادر مهندسين معماري متخصصين وثقوا جميع هذه التفاصيل المعمارية الموصلية اللي هي مثل ما نشوف المقرنصات اللي موجودة، النحت اللي موجود خاصة على البوابات. حاولنا قدر الإمكان هو إزالة جميع الأصباغ والتأثيرات اللي كانت على الفرش الموصلي. طبعا الفرش الموصلي هو أهم ميزة للدور الموصلية اللي موجودة. قدر الإمكان حاولنا نعالج ونعوض النقوصات اللي كانت موجودة، بشرط أن يكون نفس اللون واستعمال نفس المواد حتى لا تأثر بالمستقبل، والحمد لله أعتقد أنه نجحنا إلى حد ما في هذه العمل. أكثر من 1000 منزل تكفلت إعمارها المنظمات الدولية وبنفس تصاميمها القديمة، إلا أن المؤسسات الحكومية لا زالت تراوح في دراسة إنشاء الواجهة النهرية على ضفة نهر الدجلة قرب المنطقة القديمة، دون الخروج بخطة إعادة إعمار منازلها المدمرة والتي لا تزال على حالها من خراب وتدمير. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.